الموضوع. بس بيكون دكتور بسؤال أخير، اللي صار صار، يعني ما بقى قادر لبنان إذا في حال ثبت هذه الاتفاقية بالأمم المتحدة، ما بقى قادر لبنان يعمل ولا أي خطوة إذا في حال بعدين تبين أنه في هدر للحقوق اللبنانية. مشان هيك نحن نطالب بسرعة أنه تجي على مجلس النواب، مشان هيك نحن نطالب بسرعة أنه يصير كشف لكل هيدي الأمور. بتعرفي إذا صار في غش بعقد مدني عادي بين شخصين، إذا صار في غش، إذا واحد هضمت حقوقه من غير ذي وجه حق، بتعرفي شو بتنقضيها؟ بتقدري تفكي هذا الارتباط فورا. نحن اليوم ما عم نطالب بهيدا الشيء كله، بس صحيح انه فقرونا كتير وضربوا لنا ارادتنا اللبنانيه كتير، وصار في جوع بلبنان، واخذونا بتصور بالجوع، واخذونا انه لبنان ما بقى عنده قدره على الصمود لانه هذه الدوله ضربت شعبها وضربت مقوماتها الذاتيه، وبالنتيجه اتفاقات من هالنوع بنكون فيها مناطق كبيره مثل هيدي معتبرينا نحن لقلنا، وبلحظة بتعود ما لقلنا. طب شو رأي الجيش اللبناني والتقنيين بالجيش اللبناني؟ بس هون دكتور حضرتك عم بتشكك بسيادية الرئيس ميشيل عون، اللي هو هيدي من صلب صلاحياته أنه يعقد هذه الاتفاقيات الدولية. ما هو ما عم يعقدها حتى، ما هو ما عم يمضيها. طب ما عندكم ثقة يمكن نظرة الرئيس عون لهذا الملف، عن رؤيته له، عن السيادية اللي بيتمتع فيها؟ هون في تشكيك يعني برئيس إذا الجمهورية. إذا قلت لك عندي ثقة ما رح بتصدقيني. إذا قلت لك عندي ثقة لا وكل شيء بتقولي لي مش عم بحكي الصح. بعدين أنا عندي ثقة في تقنيين كبار والناس الخبراء بالجيش اللبناني اللي هن ماسكين توبوغرافيا، وجبنا استشاري إنجليزي دفعنا له كومي فوق $1,000,000 حتى يعطينا كي وين بحق لنا حدود، وكله حكي على الخط 29. هلا كتير بيقولوا لي شو بدك تحكي بهالموضوع، القصة أكبر منا كلنا سوا، وبالنتيجة خلينا نسكت لأنه شايفين المليارات المؤلفة بركي جاي علينا، مش وقتها نسكت. نحن بعلي شيء بعد عنا هاي كرامة، هيدي بس بعد عنا إياها، خلونا نحكي الحق ونحكي بالكرامة من دون غضب ومن دون وجع ومن دون شيء. مش إنه كمان لأنه بدنا نفتش عن إنجازات وقد تكون، والأرجح هي إنجازات وهمية، نجي نحن نعطي من دون نشرح. ليه خايفين تشرحوا لكل الكتل النيابية ورؤساء الكتل أقلها واجمعوهم بطريقة مسؤولة، خدوا رأيهم قولوا مش بس هذا مفاوض، ما في شعب ماشي بهذا الموضوع، وقد نتنازل كشعب عن بعض الأمتار أو ألاف الكيلومترات لمصلحة عليا للوطن. بس ما بدي أنا بكرة أنا نايب بالمجلس النواب يسألوني ولادي يا بي شو عملت بأرضنا وبميتنا، ما سمعنا لك صوت بوقتها. لا، نحن عم بيطلع صوتنا. مشان هيك رحت عند الرئيس بري حتى قل له بكل مسؤولية وبكل صدق، من دون نعمل جلسة بعيدة عن الإعلام، يعني نعمل جلسة مقفلة حتى ما يصير في مزايدات كلامية، ونحكي حقيقة بصلب الموضوع. طيب من كرامة المواطن كمان ومن كرامة الأحزاب السياسية أنه اليوم تسير المؤسسات تحديدا بظل هيك ظروف وهيك انهيار نحن عايشينه. طيب اليوم لننتقل من موضوع الترسيم إلى الاستحقاق الأهم اللي هو موضوع رئاسة الجمهورية، هل يجوز أن يكون هناك نية بالفراغ وبإطالة الفراغ بظل هيدا الوضع اللي عم نعيشه، والكل جزء من هذا الفراغ، الكل عنده ورقة التعطيل بإيده وحتى أنتم من ضمنهم سعادتك؟ هذا سؤال افتراضي. لا، لأن أنتم أعلنتوا أنه كمان موقفكم ممكن أنكم تستعملوا ورقة التعطيل. نحن سنستعمل كل ما يعطي لنا الدستور من إمكانات. لشو؟ مش حتى نروح نفرض رئيس ولا حتى نعطل البلد ونعمل أجندة خاصة فينا. نحن بدنا، عطينا إمكانية الدستور إنه لا يكتمل النصاب إلا ب 86 نائب. بمعنى شو؟ بمعنى إنه لن يفرض المسيحيون إذا اجتمعوا
64 نعم. إرادتهم على المسلمين ولا العكس ولا العكس نعم. هاي الخطورة، وبالنتيجة شكلت هذه الإلية الدستورية وهذه المادة نوع من الضمان المتبادل للجميع أنه ما منروح على اصطفاف طائفي نعم. وهذه فيها حكمة. وبعدين انطلاقا من هون اليوم معروف أنه هذا البلد بشكل كتير كبير مفروز بعد الانتخابات بين الناس اللي معتبرين أنه المنظومة التي يتحكم بها حزب الله هي مسؤولة عن هذا الخراب، وبين الآخرين اللي بيعتبروا أنه لا القصة مش هيك. ما رح أقول إذا صح أو لا هالشي، بس الوضع القائم هو هيك، بمعنى أنه لن يستطيع أحد أن يفرض إرادته على الآخر، على الآخر بليلة ليلاء تجي بتعمل نصاب 86، بتعمل أول دورة انتخاب ب 86، بتفتح تاني دورة بتروح خطف 65، بيكون وقعت الواقعة، رحنا على انقسام عمودي بالبلد، وأخطر من هيك رحنا على انهيار تام لما تبقى من هذا البلد. نحن عم نجي منقول أنه هذا أو أول شيء سلاح، هذا السلاح نحن هو موجود نظريا في الدستور، ولكن نحن رح منروح رح منأمن النصاب، لأنه كمان بالعملية السياسية صرنا شايفين أنه في قناعة عم تتبلور أكثر وأكثر أنه لا يمكن أن ينتصر فريق على آخر بهذا الموضوع، وعلى يجب ويجب خلط الأوراق بقلب مجلس النواب حول شخصيات تقدر تجي تحط المسار بالبلد على سكة واضحة هدفها وعنوانها الأساسي استعادة الدولة. استعادة الدولة من من سعادتك، وتحديدا أنه أنتو كان خياركم النائب ميشيل معوض اللي كان جزء من تكتل لبنان القوي اللي أنتو هلأ ضده، تحديدا يعني الكثير من الاتهامات من الفريق الآخر اللي أنت عم بتقول أنه هو محيط حزب الله، يعتبر أنه النائب ميشيل معوض قراره مش بإيده، قراره بإيد السفارة الأمريكية. اليوم هيدي يعني وجهتين نظر، ولا ممكن تقدر تلتقى على أي أرضية ثابتة؟ والحل؟ أول شيء الحل رح بيجي. المهم كنت بالمرحلة الأولى، خليني رجعك شوي صغير وبسر على الانتخابات. شو كان الهدف من الانتخابات؟ ما حدا مفكر أنه رح يجيب تلتين مجلس النواب، أقله نحن والناس اللي بدها تقاوم الفساد بشراسة وبدها حقيقة أنه تغير بهذا البلد ومش راضي بأي انتقاص من السيادة. لما بنحكي بموضوع انتقاص من السيادة يعني معناته أنه لازم بقى حزب الله يفوت بكنف الدولة. هيدي نحن عارفين أنه ما حنجيب تلتين فيها. كان كل هدفنا بالانتخابات نعمل توازن، هذا التوازن لابد ما أنه يتثبت باللعب جوا. وهذا ترشيح النائب معوض هو بالمرحلة الأولى هو لتثبيت هذه المعادلة، أنه ما يفكر حدا يقدر يفرض إرادته بليلة ليلة. ما حدا بيقدر يفرض إرادته. انطلاقا من هون من هذا المشهد تعوا نحكي نشوف ما هي الفرص اللي بيقدر يحصل عليها بعد. ولازم وبتمنى المرشح ميشيل معوض، لأنه أنا ما بعتبر أنه المرشح ميشيل معوض هو مرشح سفارة أمريكية، ولو أنه كان عمل أهم المؤسسات التنموية بلبنان مش بس أيامه من أيامات أمه، وإلى 25-30 سنة هيدي المؤسسة من وقت اغتيال الرئيس معوض راحوا الجماعة اشتغلوا تنمية وساعدوا وين ما كان بلبنان، وهيدا وسام شرف لقلهم أنهم عم بيقدروا يستفيدوا من الدول المانحة على أساس معايير واضحة، وإحدى الشروط هو التوزيع المناطقي العادل لهذه